إلى كل شاب غيور على دينه يسعى إلى البعد عن المعصية، وإلى كل شابة تخاف الله وتعظمه، وإلى كل مسلم يحب الله ورسوله، ليعلم أن ما يسمى بعيد الحب هو عيد أصله من أعياد الوثنيين الذين كانوا يعبدون الأوثان والأصنام، ولا يجوز للمسلم الاحتفال بأعيادهم، لأن العيد من جملة الشعائر التي هي خاصة بهم، وقد نهانا الشرع عن التشبه بهم، فإن لنا في الإسلام خيرا عظيما. فقد روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. والله تعالى قد أبدلنا خيرا من أعياد الوثنيين.